وأيضا في نفس الإطار عقد المنتدى الفرعي لمنتدى ديفيس الصيفي 2016 اليوم الأحد تحت عنوان الأفاق الجيواقتصادية في آسيا، حيث اجتمع خبراء من الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى لإجراء مناقشات معمقة بشأن التنمية الاقتصادية الإقليمية وقضية بحر الصين الجنوبي. إذا لن نستطع التعامل مع قضية بحر الصين الجنوبي بشكل جيد وتطورت أوضاعه، فلابد أن تؤثر سلبا على اقتصاد إقليمي، حيث أن أمن واقتصاد لا ينفصل أحدهما عن آخر. ومن ناحية أخرى نرى أن نمو اقتصاد الصيني سيساهم في تحفيز ازدهار وتطور اقتصاد في المنطقة ككل. أعتقد أن حل قضية البحر الصيني الجنوبي والحفاظ على استقرار في الإقليم لهما أهمية بالغة لتحقيق الازدهار المشترك لجميع الدول المعنية.